أنا سؤال مني حق وزارة الداخلية، الممثلات أو المشاهير أو أي إنسانة هذه لما تطلع في أي وحدة تطلع في كليبات خاتشة عن طريق السناب، الصدر طالع، اليديود طالعة، الدنيا الفخذ، ما أدري شنو، أول شيء في قرار، في حكم من محكمة التمييز إنه يعتبر مواقع الصفحات الاجتماعية، التواصل الاجتماعي هو مكان عام، فهذا اللي قاعدين يسوونه بالقانون ارتكاب فعل فاضح في مكان عام. أنا بسأل سؤال، مباحث الجرائم الإلكترونية ايش قاعدة تسوي؟ ليش ما تجيبهم تحولهم على نيابة الآداب؟ هذه قضية آداب، ارتكاب فعل فاضح في تحريض على الفسق والفجور. وحدة تقعد ترقص، منو ما كانت، شنو ما كان اسمها، صدرها ثلاث ارباعه برا، الفخذ طالع، الدنيا طالعه، هذا فخذ طالع، ديود طالعه، الدنيا وتقلب على بطني وعلى ظهري وما شنو، انا بعرف يعني هذا شنو بالضبط. هذا اول شيء ارتكاب الفاضح بمكان عام، لا تقول سناب ولا انستغرام ولا ما شنو. القانون اليوم يعتبر صفحات التواصل الاجتماعي مكان عام، شنو قاعد تسوي؟ قاعد تسوي إغراء، تحريض على الفسق والفجور، تعال يا رجل شوف، دش في البرايفت، اعرض، حط، قول كم، ايش كثر، ما ادري شنو. نفسي اعرف وزارة الداخلية ليش ساكتة؟ انا مني الى وزير الداخلية، يبينا وزير داخلية نفس ما في وزارة، نفس قدرة واقتدار جمال الحربي في الصحة، قرار حسم، تعالوا هني انتوا ايش قاعدين تسوون؟ والله فشلونا فشلونا فشلونا، على كم اقول، كم السعر، كم التيكت، كم لمتى؟ شوف سنابي هذا ينشره وين بالذات، هذا المقطع في السوشيال ميديا كله، ويدز حق الناس عشان يوصل حق وزير الداخلية، لأن الصراحة وصلت لمهني. لمتى كذي؟ تحريض على الفسق والفجور، تحريض على الدعارة، تحريض، ارتكاب فعل فاضح، يحاولون يحرضون البنات ان يسوون نفسهم. ما انا لما اسوي كذي وانا اكون مشهورة معناها تعالي انت عادي، ترى السالفة اوبن، تعالوا سووا، الدولة موافقة، الوزارة الداخلية موافقة، لمتى؟ 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 والله احنا مو كذي، والله بنات الكويت مو كذي، كفير خاص وقفوهم يا وزارة الداخلية عشان الغالي لا يضيع.